أنا لا أقبل أي توجه جهوي أو مناطقي أو قبلي، حطها جنب. يقول أنا والله كتيبة القبيلة الفلانية، يقول لك أنا أنت قبيلتك، أنا والله في المنطقة الفلانية قاعد أنت وياه. نحن نأسس في جيش وطني ليبي، وطني ما داش معناه يعني ولاء لهذا الوطن بعد الله سبحانه وتعالى، لهذا الوطن. ما فيش حاجة اسمها قبيلتك. نحن أول ما عرفنا الجيش عرفنا أن مساحته 1,760,000 كيلومتر مربع، معناها تعني كل حبة تراب في أي مكان.